ما يحبوا انتي عايشة في بيت لوحدك؟ لا، مع والدتي. تقولي مع نفسك تقولي ايه؟ يا ريت الجوازة دي ما كانت تمت اصلا. ايه اللي وصلك للمشكلة اللي انتي فيها النهاردة؟ انتي بقيتي لوحدك. هو السبب هو اللي اخد الولاد، هو اللي كرههم فيا، وانا خايفة يحصل كده برضو مع كريم. وغير ان كريم ليه ظروف خاصة، ايه؟ عنده ضيف توحد. انا سألت اكتر من دكتورة وقالت لي عنده ضيف توحد. محدش بيحاول يتواصل معاكي خالص؟ هو تواصل معايا لان هو كان في الاول بينكر ان الولد معاه، رن عليا لقى التليفون غير متاح. حصلت بيني وبينه مكالمة وقلت له، قال لي انتي ما اتصلتيش ولا قلتي عايزة اسمع صوت الولد ولا اي حاجة؟ قلت له مش انت خدته؟ قال لي اه. قال لي ما اتعلمتيش؟ قلت له لا ما اتعلمتش، انا سايبه لك العلامه. قال لي طيب خلاص، عايزه تحليها ودي، وافقي بشروطي. ايه شروطه؟ اتنازل عن كل حقوق كريم اللي هي النفقه وزياده النفقه، لان انا رافعه زياده نفقه، وادفع له 6000 جنيه بنك ناصر واقفل الملف. قال لي وبعد كده افكر اذا كنت اديهولك او لا، او اخليكي تشوفيه او لا. اشمعنى 6000 جنيه؟ انا واخده من البنك لكريم 6000 جنيه لمده سنه. مين كبيره؟ هو قال انا ماليش كبير، بابا قال هو ما بيسمعش كلام حد. معاكي احكام ايه؟ معايا الخلع، ومعايا عملت له قضيه ضم. اتحكم لي فيها. انا عملتها يوم 26، يوم 25 اتحكم لي فيها. اخر الشهر اللي هو درجة يوم 31/10. حكم لك بايه؟ ان انا كريم يبقى معايا من حقي في حضانتك. طبعا انا مش عارفه مكانه، وهو رافض يقول لي مكانه. انت عايزه ايه؟ انا عايزه الولد، محدش عارف يتعامل معاه. انت ام تلاتة، هم رافضين وقالوا احنا كارهينها. هم مش عارفين الحقيقه، مع ان عبد الرحمن كان حاضر كل حاجه وكان بيشوف، لان هو كان بيضربني وبيشتمني وبيرفع عليا السكينه ساعات قدامه. بتقول نفسك ايه؟ نفسي اطمن عليهم طبعا، هم اولادي مهما كانوا، وبالاكتر كريم. يعني انا مش عارفه الناس دي بتعمل ايه معايا. عارفه يعني ولا لا؟ تقدم لي ناس وانا رافض. هتكبري هتروحي فين؟ كنت بقول ابني هيفضل معايا. مين فيهم؟ كريم. والاثنين التانيين؟ ما هما الاثنين التانيين قلت لحضرتك ان هما مش عايزين. لا احنا مش عايزينك. مش منطقي. ما هو من اللي هما كانوا بيسمعوا، ولادي كانوا بيسمعوا من باباهم ومن جدهم ومن جدتهم، وطبعا بقى الناس اللي حواليه. محدش بيسمع في امه. لو الدنيا كلها قالت في ام الواحد عادي، دي امه. لا هما شايف قلبه ما بيرقش غير لامه. هو شايف ان بابا، هو بابا قال له انا اللي بصرف عليك. ايه يعني؟ ايه المشكله؟ الاب اللي ما صرفتش. العالم كله الاب مش هتعرفها، انت ليه تقابلها، ليه تكلمها؟ والولد طبعا ماشي ورا كلامه، لان هو خايف من بابا، لان هو كان على طول بيضربه مثلا بالحزام، بيضربه جامد. عايزه حاجه؟ عايزه، انا عايزه ولادي، بس انا عارفه ان الاثنين الكبار مش هيقعدوا معايا. طب تقولي لهم ايه لو سامعينك وشافوا الفيديو ده؟ اقول لهم ان انا ما عملتش اي حاجه، وان هم قالوه غلط. لو هم فعلا عايزين يعرفوا الحقيقه يجوا يتكلموا معايا. انا بيت الحقيقه. قولي لهم الحقيقه. الحقيقه ان انا عمري ما سبتهم، والله هم اللي اخدوهم مني على حس المدارس. ما كنتش اعرف ان هم هينقلوهم طنطا. هم قالوا هنسيبهم في مرسى مطروح، اتفاجئت ان هم اتنقلوا طنطا وقابلتهم بالصدفه.